بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعرف النهاردة على حاجة موجودة في الجروب بوليسي برضو مفيدة، اسمها فولدر الريدايركشن. هنروح على اي جروب بوليسي احنا عملناها قبل كده، وليكن الديسكتوب، نعمل ايديت عشان نخش على السيتنج بتاعت الفولدر الريدايركشن. دي عبارة عن ان بتسمح للجروب بوليسي تنقل المجلدات بتاعت اليوزر من على اللوكال بي سي اللي هو عامل عليه لوجن الى السيرفر، وبالتالي اليوزر لما بيحاول يعمل تسجيل دخول على اي جهاز موجود في النتورك بتاعتنا هيطلع له كل الملفات بتاعته والمجلدات بتاعته. طبعا ده خاص باللايبرز بتاعت اليوزر، وبالتالي هتلاقي الاوبشن ده مش موجود في الكمبيوتر كونفيجريشن وموجود في اليوزر كونفيجريشن. خلينا نشوف، هنروح على البوليسز، هنروح على الويندوز سيتنجز، هنلاقي عندنا كاتيجوري اهي اسمها فولدر ريدايركشن، ودي الفولدرز اللي ممكن تعمل لها الريدايركشن. بتحدد ايه الفولدر انت محتاجه، طبعا الفولدر انت بتختاره هنا بيقلل، لو انت مطبق الرومينج على الاكونت بيقلل المساحه بتاعه الرومينج للاكونت ده. خلينا ناخد على سبيل المثال مثلا الدوكيمنت فولدر، عشان اعمل له ريدايركشن بحيث ينتقل من على الجهاز اللوكال للسيرفر، رايت كليك وبقول له بروبرتيز. طبعا هنا مش شغال الفولدر ريدايركشن نوت كونفيجرد، ده الطبيعي في كل السيتنج الموجوده في الجروب بوليسي. يطلع عندي افتح، يطلع عندي اختيارين، اول اختيار اللي هو البيزك والادفانسد. الفرق بين الاثنين في البيزك انه هيعمل لي فولدر لكل اليوزرز في نفس المكان، وابدا احدد له هنا فين المكان اللي انا محتاجه. طبعا المفترض يكون المكان ده معمول له شير طبعا. فخلينا نروح على سطح المكتب، احنا كنا عاملين تيست. اوكي خلاص، يبقى كده هيروح لكل يوزر على سبيل المثال، بيقول لك اهوت وليكن اليوزر اسمه كلير، هيعمل له فولدر موجود على في الروت اللي احنا الروت باص اللي احنا حددناه. عندك برضو في التارجت لوكيشن في اكتر من اوبشن، اول اوبشن ان الكل يوزر تحت الروت اللي احنا اخترناه اللي هو التست انشئ له فولدر خاص بيه هو باسمه هو. حاجه ثانيه، لو انا عندي فولدر جاهز لليوزر ده قبل كده عاوز اشتغل عليه، ما عادش انشاء يوزر فولدر جديد، بختار ريدايركت تو ذا فولوينج لوكيشن، حطه هنا على طول تنشئش حاجه، وبحدد طبعا المسار بتاع اليوزر ده. ريدايركت تو لوكال يوزر بروفايل، لا هنحطه على اللوكال على الجهاز على البروفايل بتاعه اللي هو شغال عليه. دي الاوبشنز اللي موجوده عندنا في الريدايركشن. خلينا نرجع تاني هنا اللي هو الروت باس ده بالنسبه للبيزك اوبشن. طيب لو احنا اخترنا الادفانسد، في الادفانسد بيديك الاوبشن انك تحدد جروبس معينه ويروح ينشئ فولدر لكل جروب دي. فانت تيجي هنا تضيف الجروب اللي انت محتاجها من الاكتيف دايركتوري. كان عندنا جروب اسمها انجي، كنا انشأناها قبل كده، تشيك اوكي تمام. يبقى دي الايه التارجت جروب بالنسبه لنا. نفس الاوبشنز عندنا في التارجت لوكيشن، يا ترى محتاج تعمل فولدر لكل يوزر في الجروب ديت ولا لا، ولا محدد المكان محدد بتاع الريدايركشن، ولا ترجع تاني على اللوكال وهنا بتحدد له المسار اللي انت محتاجه، متنساش انه يبقى شيرت. ده بالنسبه للايه للسيتنج بتاعه الفولدر الريدايركشن، لازم يكون المسار زي ما قلنا شيرت. في السيتنج برضو لو احنا لغينا البوليسي ديت اللي هي بتاع الريدايركشن، يا ترى اللي يحصل ايه للفولدرات الموجوده على السيرفر ديت؟ عندك تو اوبشنز هنا، هم ليف ذا فولدر وين ذا بوليسي از ريموفد، او ريدايركت باك تو ذا لوكال يوزر بروفايل. ليف سيبه زي ما هو، ريدايركت باك رجعه تاني زي ما كان في اللوكال بروفايل بتاع اليوزر، والغيه من على السيرفر تمام. انت اللي تحدد الاختيار ده حسب اللي انت محتاجه. الميزه للفولدر ريدايركشن ان بتحاول تجمع الملفات المهمه بتاعت اليوزرز بيشتغل عليها في مكان واحد، وبالتالي بيسهل عليك عمليه الباك اب. وبرده لو اللوكال ماشين اللي الكلاينت او اليوزر شغال عليه حصل فيها اي مشكله، الهارد خرب لاي سبب من الاسباب، انت مش قلقان لان الداتا مش موجوده لوكال على الجهاز، اللي موجود لوكال على الجهاز دي نسخه منها، انما الداتا الفعليه موجوده على السيرفر. ده بالنسبه للايه للفولدر ريدايركشن. ما تنساش ان الخدمه دي غير مدعومه في ويندوز اكس بي من اول ويندوز فيستا او سيرفر 2008 وبعد كده. من ضمن الخيارات الموجوده برده عندنا في الويندوز سيتنج سواء في اليوزر او في الكمبيوتر حاجه اسمها السكريبتس. السكريبت هو عباره عن ملف موجود فيه مجموعه من الاوامر، الاوامر دي ممكن مكتوب اوامر كوماند سي ام دي عاديه،
زي أمر البنج والماب درايف والحاجات دي كلها، أو أوامر باور شيل، أو أوامر فيجوال بيزك سكريبت أو في بي سكريبت أو جافا سكريبت، أي كده أمر إيه، حطها في ملف. الملف ده اسمه سكريبت. الملف ده لازم يكون موجود في مكان محدد اللي هو في السيس فول، في السكريبتس اللي موجودة في السيس فول. الجروب بوليسي بتمكنك من تنفيذ الأوامر ديت اللي هي السكريبتات ديت على اليوزر وعلى الكمبيوتر. إزاي؟ تسمح لك تشغل السكريبت ده لما اليوزر يعمل لوج اون او لوج اوف. تقول له لما اليوزر يعمل لوج اون مثلا على سبيل المثال، روح نفذ لي السكريبت ده. طب هي فين في السكريبتات؟ قلنا هي موجوده في السيس فول اهوت، ادي السيس فول اللي موجوده على الدومين كنترول بتاعنا، جوه البوليسيز، جوه اليوزر، جوه السكريبتس، هو يحط لك هنا في اللوج اون. لازم الملف يكون موجود في اللوكيشن ده عشان يتعامل معاه، او في اللوج اوف لما اليوزر يعمل تسجيل دخول. غالبا بحتاج مثلا لو كنا عاوز اسجل حاجه في اللوج فايل مثلا، راح اضيف حاجات في اللوج فايل او اعمل اي حاجه، واقدر اضيف هنا الملف اللي انا محتاجه، هياخده يحطه هناك، او اختار من السكريبتات اللي موجوده عندي. هلاقي هنا كل الملفات الايه اللي موجوده. نفس الكلام بينطبق على الجهاز، بس الوضعيات بتاعت التشغيل بتختلف. في الجهاز لما اجي اشغل سكريبتس عندي تو اوبشنز، لما الجهاز بيعمل ستارت اب او بيعمل شات داون. مش كده؟ ده خاص بالايه؟ بالكمبيوتر. يبقى الاحداث بتاعت الكمبيوتر هي الستارت اب والشات داون، الاحداث بتاع اليوزر هي اللوج اون واللوج اوف. خلي بالك لو انت عامل سكريبت في الشات داون واليوزر عمل لوج اوف مش هيشتغل، مش هيطبق. تمام؟ نفس الكلام السكريبت بتاع اللوج اون مش هيشتغل الا لما اليوزر يعمل لوج اون، مش معنى الجهاز يشتغل السكريبت ده هيتنفذ. فتخلي بالك لما تيجي تحدد السكريبت انت محتاج يتنفذ في اي حدث بالظبط. برضه من ضمن الحاجات الموجوده عندنا في الجروب بوليسي المهمه الادمنستريف تمبلتس، ودي موجوده في الاثنين، في اليوزرز وفي الكمبيوترز. في بعض السيتنج المشتركه بينهم، في بعض السيتنج الخاصه بكل واحده مش موجوده في الثاني. زي مثلا ممكن نلاقي هنا الديسكتوب مش هتلاقيه موجود في الكمبيوتر، ملهاش سيتنج خاصه بالديسكتوب، بس في حاجه ثانيه مشتركه. طيب لو حصل بعض الحالات ان في سيتنج موجود هنا تم تعديله ونفس السيتنج موجود هنا تم تعديله، لما يجي الجروب يتطبق مين هيتنفذ فيهم؟ لو عندك نفس السيتنج في الكمبيوتر وفي اليوزر، الاولويه دايما تبقى للكمبيوتر، الاولويه اللي هتكون للكمبيوتر سيتنج. تمام؟ بالنسبه للادمنستريف تمبلتس اللي موجوده، القالب الموجوده ديت، اقدر اعدل فيه، اقدر اضيف عليها قالب جديده. بعض الشركات من ضمنها مايكروسوفت بتديك قوالب جاهزه عشان تدير البرامج بتاعتها، زي مثلا مايكروسوفت اوفيس عاوزين نديره من خلال جروب بوليسي، نتحكم فيه من خلال الجروب بوليسي، او نتحكم في اعداده من خلال الجروب بوليسي. ما عنديش هنا حاجه خاصه بالاوفيس، اقدر اروح اضيف تمبلت جاهزه، اروح انزلها من عند موقع مايكروسوفت، او لو عندي اي طرف تالت عنده نفس الامكانيات ديت، برنامج بشتغل مثلا عليه من شركه اوراكل او اي شركه ثانيه وعندهم ادمنستريتيف تمبلت، اروح اعمل لها اد هنا واختار التمبلت، يظهر عندي هنا في الادمنستريف تمبلت، واقدر اعمل له مانجمنت من خلال الجروب بوليسي. برضو الادمنستريف تمبلتس ديت سواء هنا في اليوزرز اوف كمبيوتر فيها سيتنج كتيره جدا. يعني لو رحنا هنا فتحناها هلاقي اول سيتنج، شايف كميه سيتنج اللي موجوده؟ فانت اكيد ما فيش حد يعني هيبقى في الدنيا كلها عارف مكان السيتنج او حافظ كل السيتنج ديت يعني. فعشان كده محتاجين يكون عندنا خاصيه للبحث عن سيتنج معينه. ما عندكش اي مشكله تقدر تطبقها في الادمنستريف تمبلت، بتعمل رايت كليك وتقول له فلتر اون، انا عاوز اعمل بحث. وبعد كده بتحدد له الشرط بتاع الفلتر اوبشن اللي انت عاوز تبحث عن ايه بالظبط. تختار تشيك هنا على الكيورد وتحدد، تقدر تبحث في التايتل، تقدر تبحث في الهيلب ديسك بتاع، او في الكومنت لو انت كاتب كومنت. عشان كده الريكومنديشن دايما في كل سيتنج بتتعامل معاه حط فيه كومنت، اكتب فيه ملاحظات او تعليقات عشان تسهل عليك استرجاع السيتنج ده عند الحاجة. طبعا هنلاحظ ان مفيش حاجه موجوده، مفيش فلتر، لازم تروح تلغي الفلتر. فلتر اون تلغي عشان تقدر تعمل سيرش في الايه ادمنستريتيف تمبلت سيتنجز توصل للحاجه اللي انت عايز. اخر حاجه مهمه عندنا في الجروب بوليسي حاجه اسمها السوفت وير انستليشن او السوفت وير سيتنج، ودي موجوده في اليوزر في اليوزر في الكمبيوتر. عشان انزل سوفت وير على الاجهزه بتاعت الكلاينتس اللي عندي في النيتورك بتاعتي، اقدر اعمل كده من خلال الجروب بوليسي. طبعا حسب السكوب بتاع الجروب، السكوب بتاع الجروب بوليسي انت محدده في الاول، عاملها على الدومين او على السايت او على الاو يو. على سبيل المثال عاوز انزل برنامج كروم على الاجهزه، جوجل كروم،
فبدل ما الدعم الفني يروح على كل جهاز واقدر اعمل كده من خلال الجروب بوليسي بسهوله. ازاي؟ بروح هنا انا بحدد انا محتاج اعمله للكمبيوتر ولا لليوزر. قال لك في وضعيتين لتثبيت او لتوزيع السوفت وير بمعنى ادق، حاجه اسمها اساين وحاجه اسمها ببلش. الخاصيتين دولت موجودين عند اليوزر فقط، اساين وببلش. اساين وببلش، ايه الفرق بين الاثنين؟ اساين يعني روح اعمل انستول للسوفت وير ده على الجهاز. طبعا لو انا اخترت الكمبيوتر، الكمبيوتر كل يوزر يخش عليه يشوفوه، او لليوزر للسكوب بتاع اليوزرز بس اللي انا محدده في السكوب بتاعي بتاع الجروب بوليسي. طب الببلش، الببلش لا اليوزر محتاج يعمل اكشن عشان يثبت السوفت وير، يبقى انا هوزع عليه بس السوفت وير الباكج نفسها بتاعت الانستليشن. هيخش على اد ريموف بروجرامز يلاقيها موجود يعمل لها انستول، يعني متطلب اكشن من الايه، من اليوزر، وبالتالي الخاصيه بتاعت الببلش غير متاحه فين؟ في الكمبيوتر، لان الكمبيوتر مش هيخش يختار يقول له اعمل انستول او لا. يبقى بلجا الاختيار الثاني بتاع الببلش لو الايه، لو ان اليوزر ممكن يحتاج البرنامج ده او ما يحتاجوش. يبقى لو احتاج يروح يعمل انستولشن، ما يحتاجوش خلاص هيسيبه باكج زي ما هي. ازاي اعمل الكلام ده؟ خلينا نروح على السوفت وير على سبيل المثال هنا، هذا سوفت وير انستوليشن، اخش اعمل نيو باكج، بقول له انا عاوز تطبيق جديد اعمل له انستوليشن. طبعا بديهي برضو ان يكون الباكج ده موجود في الشير دي فولدر، لان المفترض الاجهزه دي هتقرا من الشير. تمام، ده برنامج على سبيل المثال اهوت انستوليشن. طبعا في قيد على استخدام السوفت وير انستوليشن ده او السوفت وير ديستريبيوشن بتاع جروب بولسي، انه لازم يكون بيتم تثبيته من خلال الويندوز انستولر باكج، يعني تدو ام اس اي، اي نوع تاني غير مدعوم. اقول له اوبن، بيديني اوبشن. هل هنا ببلش مش متاح بالنسبه لي لان شغال على الكمبيوتر كونفيجريشن؟ خلاص انت الاوبشن بالنسبه لك انك تعمل له انستول، تقول له اوكي يقرا الباكج ويجي بعد كده يجيب لك الخاصيه بتاعته، تقدر تعمل تعدل في السيتنج بتاعتها زي ما انت حابب. ياخد وقت شويه على ما بيقرا الباكج، انه بيحاول يحلل الباكج يشوف سليم ولا لا. اهو بدا يظهر معانا، هو يروح يعمل له انستولشن على طول. لو انا رحنا عملنا نفس الكلام في اليوزر سوفت وير سيتنج سوفت وير انستوليشن، اقدر اعمل كليك يمين واقول له نيو، نفس الكلام باكج، واروح اختار الباكج. لاحظ هنا ان الببلش بقت متاح بالنسبه لي، انا مش لازم اعمل له اصلا، ممكن اقول له ببلش بس. يروح اليوزر لما يجي يعمل تسجيل دخول يخش على الاد ريموف بروجرام في الكمبيوتر سيتنجز ويعمل انستول للباكج دي من عنده. تمام، خلينا المره دي نعمل برضه لازم يقرا الباكج وايه يعمل لها تحليل عشان يتاكد انها سليمه. وبعد شويه يظهر معانا هنا اهو ده معمول له ببلش، طبعا بيقدر من اللوكيشن ده.